لقد شاهد الكثيرون في جميع أنحاء العالم فيلم شريك الذي أنتجته شركة دريم ووركس وصورت فيه شخصية بطريقة مختلفة. فشريك كان غولا طيبا حتى أن الأميرة فيونا قد فضلته عن الأمير الوسيم. ولكن الكثيرين لا يعرفون أن الغول شريك كان شخصية حقيقية، وهو المصارع الفرنسي موريس تيليت، والذي لقب بالملاك الفرنسي وأيضا بأبشع رجل في العالم. ومؤخرا حصل على لقب الغول شريك الحقيقي. فما هي قصة موريس تيليت؟ كان موريس تيليت محاميا فرنسيا، وقد تحول إلى مصارع ووضع نفسه اسما دوليا في عالم المصارعة بسبب مظهره الفريد، وأيضا بسبب حركته الشهيرة التي أطلق عليها عنق الدب. ولكن لم يكن يدركه الكثيرون أن هذا الرجل كان يعاني من مرض يسمى ضخامة النهاية، وقد قام هذا المرض بتحويله من رجل عادي إلى رجل مشوه فجأة، وقد فرض عليه مظهره الجديد نوعا من العزلة الاجتماعية. ولد موريس تيليت بسان بطرسبرغ بروسيا في 23 أكتوبر عام 1903، وعاش حياة طبيعية نسبية في طفولته. وعندما بلغ الثامنة من عمره توفي والده، فانتقل تيليت مع والدته إلى فرنسا، والتحق بمدرسة القديس فيليب نيري الكاثوليكية، حيث كانت والدته تعمل معلمة لغات في تلك المدرسة. وقد حلم تيليت منذ صغره أن يصبح محاميا، ولكن عندما بلغ 17 من عمره بدأ يلاحظ أن جسمه يتغير بسرعة، وبدأ رأسه وصدره ويديه وقدمه في التوسع. فذهب للطبيب ليعرف سبب هذا التغير المفاجئ. وحينها اكتشف تيليت أنه يعاني من مرض يسمى ضخامة النهايات، والذي ينتج عن نمو ورم حميد في الغدة النخامية، مما يؤدي لنمو سريع في العظام وأنسجة الجسم الأخرى. وقد أدى هذا المرض لعدم قدرة تيليت على الظهور بين الناس بشكل طبيعي، للتخلي عن حلمه بأن يصبح محاميا، وبدأ يبحث عن مهنة أخرى تلائم حجمه الجديد. وبفضل صديقه كار بوجيلو الذي كان مصارعا هاوي، استطاع تيليت أن يشق طريقه بين المصارعين، واستطاع أن يحقق مكانة دولية بسرعة حتى لقب بالملاك الفرنسي. وانتقل تيليت إلى شيكاغو، وهناك طور مجموعة من حركاته التي اشتهر بها، ومن أشهرها حركة عناق الدب. وبالرغم من أن ظهور تيليت في الأماكن العامة من صغره أثار الكثير من الانتقادات، إلا أن خلال حياته المهنية في مجال المصارعة لقب بالملك، وذلك بسبب وجهه الرقيق وشعره الأشقر، وكان معروفا بتصرفاته اللطيفة. ولكن ذلك لم يمنع من تعرضه للكثير من التنمر بسبب هيئته الجسدية. على سبيل المثال، يقال أن المصارع جورج ماكاريستوستاس صرخ في وجه صديق تيليت قائلا: لقد رأيت للتو أبشع رجل في العالم. وعلى الرغم من أن شركة دريم ووركس لم تصدر بيانا تعليقيا رسميا حول هذا الموضوع، إلا أن الكثيرين يدركوا أن هناك تشابها صارخا وكبيرا بين شخصية شريك وشخصية تيليت الحقيقية. كما أن تيليت قد شارك بنفسه في فيلم مع الممثلة جوزيفين بيكر عام 1935. توفي تيليت في 4 سبتمبر 1954 في شيكاغو بسبب أمراض القلب، ودفن في المقبرة الوطنية الليطوانية في جاستس. وخلال حياته استطاع أن يحصل على لقب بطل العالم في المصارعة عدة مرات. وقبل وفاته قام النحات لويس لينك بصنع عدة تماثيل لتيليت ذات مسحة خضراء، وتيم عرض اثنين من تلك التماثيل في قاعة مشاهير رفع الأثقال وفي متحف يورك. شكرا على حسن المتابعة، المشاهد تيفي.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.